كيف تصف الدول المطبعة؟ وصف دقيق. التطبيع كفر. كفر. وخروج من الملة. وهذا ما أفتى به دار الإفتاء العراقية. التطبيع عندنا معاهدة. وعندنا معاهدة سلام. يعني بالفقه الإسلامي. نعم. وكذلك في ثلاث بنود ترتكز هذه الأمور. صلح، معاهدة، مفاوضات. أما التطبيع فهو كفر. أما التطبيع لا، التطبيع أمر مخزي. أنك تذهب بنفسك إليهم وتعتذر لهم عما بدأ منك في الدفاع عن أرضك وعرضك، فهل يليق هذا بإنسان؟ ناهيك أن يليق هذا الأمر بعربي ومسلم. ما لكم كيف تحكم؟ الآن إمدادات جسور برية من الأردن ومن السعودية ومن الإمارات ومن دولة أخرى خليجية تمد الكيان الصهيوني. إذن الدول بالغذاء، لأن البحر قد قطع عليهم. نعم. البحر أهلنا باليمن قطعوا الإمدادات. عملوا عليهم حصارا. نعم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي همتهم ويزيدهم من فضله. الدول المطبعة كافرة؟ الدول المطبعة نحن لا نحكم على الشعوب. الشعوب شيء والحكام شيء آخر. نعم. كفر بحد ذاته وخروج عن الملة، بل هو كفر أكبر مخرج من الملة.